صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم. يوم جديد وصباح سعيد على حضراتكم جميعا. النهارده السبت 16 ابريل 2022، بدايه الاسبوع، وكمان انتصف الشهر الكريم. النهارده 15 رمضان. يا رب يعني يعود علينا كل رمضان دايما بكل يمن وخير وبركات. لسه في شهر رمضان الكريم، بنحاول ان احنا نختار موضوعات في هذا الصباح تكون مرتبطه بالشهر الكريم، الاجواء والعادات والتقاليد والأمور اللي لها علاقة بالشهر الكريم. طبعا في هذا الشهر بتكثر موائد الرحمن، وبتعود هذا العام طبعا بعد انقطاعها العامين الماضيين، وهي تجسيد لفكرة الطعام للمحتاجين والفقراء، ومعاونة طبعا المحتاجين والفقراء. والحقيقة بنشوفها في معظم الشوارع، والجميل في مصر تحديدا أنه اللي بيكون يعني مسؤول عن هذه الموائد أو بيقيم موائد الرحمن مش بس من المسلمين، كمان من المسيحيين. هي ما فيش تفرقة ما بين طرف وآخر، يعني هي فكرة للمعاونة والمساعدة لكل المحتاجين والفقراء. هنتكلم النهاردة عن فضل إطعام الطعام في الشهر الكريم. ده هيكون أحد موضوعاتنا في هذا الصباح في حواراتنا النهاردة. موضوع آخر الحقيقة ليه علاقة طبعا بالأحداث العالمية مؤخرا، ومن تداعيات العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا. طبعا كتير من السلع عالميا ارتفع سعرها بشكل واضح، ومن أبرز هذه السلع هي طبعا السيارات. والحقيقة كانت الشكوى من معظم الناس اللي حجزت سيارات قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أنه تم زيادة السعر عليهم بعد إطلاق هذه العملية. لكن الحقيقة من هنا جهاز حماية المستهلك قرر انه يلزم موردي السيارات بانه يكون السعر نهائي للمشترين، وده الحقيقة بيمنع التلاعب وبيمنع استغلال الظروف. يمكن طبعا يكون السعر اللي اشترى بيه المورد من قبل هذه الأحداث، فما يكونش هو السعر اللي بيعلي بيه أو بيطالب فيه بمبلغ أعلى للمستهلك والمشتري. يمكن ده الحقيقة احنا شايفينه في سلع كتير فيها غلاء وزيادة غير مبررة، لكن أكيد في جهود قوية لجهاز حماية المستهلك مواجهة هذه الظاهرة وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. ده هيكون أحد موضوعاتنا النهاردة في هذا الصباح أيضا، بالإضافة إلى وقفتنا الثابتة قراءة في عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالإضافة إلى جولة وقراءة في الأخبار الكرة والملاعب في الوقفة الرياضية، وأخبار المال والأعمال في الوقفة الاقتصادية. وأول فقراتنا طبعا بتكون الأخبار والتقارير المتنوعة اللي بنبدأها مع حضراتكم بعد فاصل قصير. ابقوا. تفتكر لو حلمنا في تحقيق حياة كريمة في كل كرة مصر اتحقق، ممكن تبقى عاملة ازاي؟ اهلا وسهلا، شرفت، اتفضل، ده انتوا انستا، مطرحكوا ده وكمان بيتكوا، يسعى من الاحباب ملايين، منين ما تيجي تلاقي براح، على اي جنب تنام مرتاح، ولو حنت ساعة المروح تلقى الحبايب مجتمعين، يا ما تغيبش تاني عن البلد. واحنا بقى اصحاب الدار، ما يهمنا ليل ولا نار، يمين في زرع شمال جرار، والميه تجري فيها على طول، خلصنا لف فدك البت، ومعزومين على كد التك، ما احنا الفرح للاحباب، والوقت جنب عروستي طول، زغرت تجيب اخر البال. الرجال عالترعة تلف عشان خلق منصور خلف، ونعم بسمن واستحلف، قال حط زينة على البرين، ما الصحة لما بتبقى حديد، يوم بعد يوم الرزق يزيد، وما تبقى ثانية من المواعيد، والعمر زاد في رصيده سنين،
الفرحة تفضل في البلد. على اليمين بعد الدور المدرسة بتزيد أدوار ويزيد مع عدد الشطار، غنوا النشيد رفعوا العلم، وأما العيال تطلب بلالين أو أي حاجة من الدكاكين، بخمسة ولا كانت خمسين يا دوب بينزل السبت. إيه يبقى البلد غير البلد. توكلنا عليك يا كريم ونصحى يا فتح يا عليم، عالرزق نجري ونمشي سليم والحالة متفل وعجب، الصحة تبقى تملي تمام والمدرسة مش أي كلام، والبيت كمان يا سلام يا سلام، والرزق يجي من غير سبب. يا حياة كريمة في البلد. علشان نحقق حلم حياة كريمة في كل قرى مصر لازم نساعد بعض. حياة كريمة ساعدت وطورت كرة كتير، بمساعدتك وتبرعك هنساعد كرة أكتر. حياة كريمة من إنسان لإنسان. حضراتكم مرة تانية. بتتواصل أعمال المرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد، الحقيقة بتتزامن مع الشهر الكريم وبتقدم سلع مختلفة بأسعار مخفضة عن الخارج، الحقيقة يمكن في بعض الأحيان بتصل إلى 30%. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة من خلال التقرير الإجابي. منذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزايد إقبال المواطنين على الاستفادة من التخفيضات التي أتاحتها المبادرة على السلع المختلفة بخاصة الاستراتيجية في أفرع السلاسل التجارية والمنافذ والسرادقات المشاركة فيها. ونظرا لهذا الإقبال، فإن وزارة الداخلية قامت بمد فترة المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، فنسب التخفيض تصل إلى 60%. المبادرة بتضم كل الأصناف الاستراتيجية واللي الشعب المصري بيحتاجها في رمضان، والخصومات بتاعتها بتصل أكتر من 30%، وفي أصناف تانية برضو بتصل لحوالي 50%. زيت، سكر، رز، الحاجات الأساسية للسلع المستلزمات رمضان كلها متوفرة، اليانيش بتاع رمضان متوفر بأسعار مناسبة جدا، حتى اللحوم الفريش. جودة المعروض عالية والمتاح من السلع بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين بأي كمية، والسلع الرمضانية متوفرة أيضا وبذات التخفيضات في المبادرة التي حرصت وزارة الداخلية على إطلاقها في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وبما يحفز كل التجار على تخفيض الأسعار بالمثل. كل حاجة متوفرة، والواحد يعني وبقول لكل الناس تعالوا وشوفهم وادخلهم وشوفوا عينيكم، هتلاقي كل حاجة متاحة، كل حاجة مخفضة. مبسوطة جدا ان الاسعار كلها ثابتة ومفيش حاجة غليت علينا، وبنشتري الكميات اللي احنا عايزينها. صراحة يعني انا فوجئت بالاسعار هنا، اسعار جميلة جدا جدا، يعني الاسعار كويسة، حتى الزيت حتى السكر حتى الحاجات دي كل اسبوع تخفيضات. كل حاجة متوفرة تمام، وفعلا تمام زي ما هو قال، مفيش حاجة هتنقص في السوق، لا فعلا مفيش حاجة ناقصة. بشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي قدمها لنا. وبهدف الوصول بالمبادرة إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، فقد أعدت الوزارة عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وجهتها من خلال قوافل من السيارات إلى تلك المناطق وتوزيعها على قاطنيها الذين أثنوا على المبادرة وعلى جهود وزارة الداخلية التي تبذلها لدعمهم في هذه الظروف والمتغيرات المختلفة. احنا اهالي الوحات البحرية بالجيزة، نشكر الرئيس على الهدية الغالية. بشكر السيد الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. دمت يا رئيس. ورب يحميه ويخلي رئيسنا وزارة الداخلية ورئيسنا. مبادرة كلنا واحد
تعكس مدى حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل أرجاء الوطن وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. ربنا يخلي رئيسنا، ربنا يهنيه ويرضيه ويخليه لينا. احنا النهارده واخدين كراتين فيها زيت وسمنه وسكر وقمر الدين، حاجه رمضان كل سنه وهو طيب. مش ناسينا ابدا، نتمنى كده يبقى على طول مش ناسينا. كما قامت الوزاره وفي اطار مبادره كلنا واحد بتجهيز وجبات افطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزه واماكن تم تجهيزها لهذا الغرض قبل وقت الافطار مباشره على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم الوجود خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق. وقد لاقت استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك. في محافظة الجيزة بتتواصل أعمال وفعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة، حيث تتصدر أجنحة الهيئة العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة المعرض، واللي بيتم تنظيمه سنويا خلال شهر رمضان المبارك، وبيعد طبعا واحد من أهم معارض الكتب المحلية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن فعاليات هذا المعرض وأجواءه وأيضا رواده من خلال التقرير اللي جاي. دعوة لمواطني محافظة الجيزة بالمشاركة بفعاليات معرض فيصل الكتاب، والذي يتيح الورش الفنية والثقافية والندوات التي تعقد به، ويعد فرصة لاستثمار التخفيضات المقدمة على الكتب حيث تبدأ الأسعار من جنيه فأكثر. المعرض ده زي ما حضرتك قلتي بيفتح أبوابه من الساعة 8 لحد الفعاليات بتستمر لحد الساعة 12، لكنه ممكن يستمر بعد 12 نص ساعة أو أكثر شوية. الحقيقة أنه الأعداد اللي بتيجي إحنا نقدر نحصر أعداد الأطفال اللي بنقدم لهم الخدمة الثقافية يوميا. أول ما فتح معرض الكتاب في فيصل كل سنة باجي، من يعني بنتي من وهي عمرها 8 سنين بنيجي بلاقي لها كتب المناسبة لسنها، دايما أسعارها مناسبة. في طبعا الأنشطة والحاجات الفنية اللي بيعملوها برضو حاجات حلوة، دايما برضو عروض السيرك والمسرح الثقافي. جميل جدا بصراحة وعجبني، وأنا باجي على طول، ومعرض جميل جدا يعني. وكنت حاضرة برضو في افتتاح السيدة الوزيرة، وفي مسرحيات جميلة بصراحة، خاصة بمسرح الشمس برضو حضرتها. أطفال فرقة الشمس ذوي القدرات الخاصة نجحوا في خطف الأضواء والاستحواذ على انتباه الجمهور من خلال الفقرة الفنية التي قدموها والتي تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة. احنا بنشارك تقريبا كل يوم بعروض لمسرح الشمس، سواء كانت عروض مسرحية أو كان فنون تشكيلية. احنا معرضنا الدائم موجود في المعرض، كمان ورشة للرسوم، كمان في ورشة للرسوم المتحركة نتج عنها مسرحية وفيلم للرسوم المتحركة. يقام المعرض بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل على مساحة 3000 متر، ويشارك به أكثر من 30 ناشر من قطاعات وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سورة الأزبكية وعدد من دور النشر الخاصة. معرض فيصل الكتاب يتيح فرصة المعرفة والاطلاع من خلال عرض كل أنواع الكتب المختلفة ومن خلال المبادرات والورش المتاحة، كما يعكس شغف المجتمع المصري للثقافة والفنون. بسمة الشاعر، النيل. أكيد القراءة شيء جميل جدا، وكمان في أيام شهر رمضان الكريم، وإحنا ممكن نستغل أوقاتنا في نشاط طبعا وهواية زي القراءة. من الثقافة إلى الفنون وتحديدا الموسيقى، في بيت السناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة بتتواصل أعمال وفعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليالي المقامات الروحية. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. بمشاركة العديد من الدول منها اندونيسيا وسوريا وفلسطين ومصر، انطلقت فعاليات ليالي المقامات الروحية من بيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الاسكندرية لتقديم الليالي بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب برؤية الفنان المبدع انتصار عبد الفتاح.
النسكافيه كانت جميله قوي بجد، والاجواء جميله قوي ورمضانيه كلنا متشوقين لسماع التراث وسماع النغمات الحلوه والاصوات الاحلى واحلى. محتاجين تنظيف اذن. احلى حاجه التنوع ان هو جايب مختلف الثقافات، فدعم الدمج بيديك روحانيات عالية، تحس انك في روح رمضان. يعني الاغاني دي والنكشبان دي والاغاني الدينية والاناشيد بتحسسك انك في رمضان. شارك في الاحتفالية فرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة بنات الحور، ومجموعة بنات سماع، ومدرسة وبراعم سماع للإنشاد، بالإضافة إلى فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية. الحفاظ على التراث ونشر الوعي الثقافي والتراثي المصري، بنستضيف للسنة الثانية على التوالي ليالي المقامات الروحية. مصر لديها طعم خاص وطابع خاص وفنون روحانية تشير على طقوس في رمضان. نحب أن نعيش كزوار لمصر. ما يقدم اليوم هو فن روحاني راقي، وهو مزيج من العديد من الثقافات وبمشاركة دول عربية ودول إسلامية عديدة. شيء جميل ورائع يدل على كم هذه المدينة تتمتع بالتاريخ والحضارة والثقافة، وخاصة الثقافة الإسلامية. الليالي الروحانية يعني شاهدناها وسمعناها، شيء جميل جدا. الفرق المشاركة في ليالي المقامات الروحية 22 فرقة من أهم الفرق المتميزة ودول من ثقافات الشعوب أندونيسيا وسوريا وفلسطين ومصر. بناء الإنسان المصري ينطلق من عدة محاور، من أهمها محور التنمية الثقافية الذي يرتكز على النمو بالعقل والوجدان معا، وذلك من خلال الفقرات الغنائية الهادفة التي تسمو بالروح والعقل معا. رمضان المطعاني، النيل. كتير بيكون يعني ذوي القدرات الخاصة عندهم الحقيقة مواهب وتميز في نواحي كثيرة، يتألق وجهها وتشرق ابتسامتها وهي تقدم دروس الموسيقى رغم أنها لا تستطيع سماع الإيقاع والألحان. ولدت حليمة سرابطة البالغة من العمر 38 عام بإعاقة سمعية، رغم ذلك أصبحت تعمل أخصائية علاج بالموسيقى تقوم بتعليم الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية. بتقول الشابة الفلسطينية أنها بدأت مسيرتها الموسيقية منذ ما يقرب من 10 سنوات، وكانت عندها شكوك في البداية لكنها رأت فيما بعد الفوائد الهائلة التي يمكن أن يحققها العلاج بالموسيقى لمن يعانون من تحديات جسدية. وتوصلت الدراسات إلى أن العلاج بالموسيقى بالإضافة إلى تطوير اللغة يساعد من يعانون من إعاقة سمعية على تعزيز قدرات التواصل لديهم. بتشير حليمة إلى أنها شهدت تحسن كبير لدى طلابها الذين تقوم بالتدريس لهم في فصل دراسي واحد بمنظمة الهلال الأحمر، وبتحلم الشابة الفلسطينية بإنشاء مركز لتعليم الموسيقى للأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة. إلى ألمانيا، حيث تبدأ شركة ألمانية الشهر القادم في تشغيل مصنع عائم للطاقة الشمسية قامت ببنائه على مقلع حجارة بهدف التحول إلى التكنولوجيا المتجددة حتى تعين البلاد على الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي. سيقوم المصنع بإمداد البلاد بنحو 3 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يوازي طاقة توربينة رياح مماثلة. ويضم المصنع حوالي 6000 قطعة مقامة على 360 عنصر عائم، وسيدخل حيز التنفيذ في 24 من مايو المقبل. وبيأتي ذلك في إطار محاولات ألمانيا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة للخروج من دائرة الاعتماد على الغاز والنفط الروسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في بريطانيا بيكون في اتجاه ل يعني تقليل تحديدا اعراض السمنه والبدانه من خلال اعلان السعرات الحراريه لكل وجبه في المطاعم والزام المطاعم بهذا الامر. طلبت الحكومه البريطانيه من كل مطاعم الوجبات الجاهزه والمطاعم اللي بتستقبل زبائن والمقاهي عرض عدد السعرات الحراريه للاطباق والمشروبات الموجوده على قوائمهم بعد ان وضعت الحكومه قواعد جديده خاصه بالسعرات الحراريه والتي
دخلت حيز التنفيذ لمعالجة مشكلات السمنة. والأعمال التجارية العاملة في مجال الغذاء تم مطالبتها بوضع عدد السعرات الحرارية على القوائم في إنجلترا في محاولة لمعالجة مشكلات السمنة وترويج لتناول الطعام الصحي. وبيعاني ثلث الأشخاص الناضجين في إنجلترا تقريبا من زيادة الوزن أو الحياة مع السمنة وفقا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا. والحقيقة بيقدر أن الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن أو السمنة في أنحاء بريطانيا بتكلف الخدمات الصحية في الدولة 6 مليار جنيه استرليني كل عام. الحقيقة السمنة والبدانة مشكلة مش بس أكيد في بريطانيا، في كل أنحاء العالم، وهي يعني من أخطر المشاكل اللي بتؤدي إلى أمراض صحية مختلفة. طبعا علينا كلنا أن احنا نتجنبها ونكون حذرين ناحيتها. يبدو أن الروبوتات الحقيقة مش هتترك مجال إلا وتكون قادرة أنها يكون لها بصمة فيه وتكون موجودة فيه. المرة دي بنتكلم عن الفن، روبوت قادر على رسم لوحات فنية بتباع أيضا بمبالغ طائلة. من بين الاختراعات الاحترافية اللي ظهرت في العام الماضي إنسان آلي يدعى إيدا، بيمكنه رسم لوحات فنية لوجوه الأشخاص مثل الفنانين الحقيقيين. وبيرجع الفضل في ذلك إلى ذراعه الجديدة المزودة بتكنولوجيا هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. بيطلق على هذا الروبوت من جانب مبتكريه أول إنسان آلي فنان ذو هيئة بشرية واقعية للغاية في العالم. وتم بناء الروبوت أيدا في عام 2019، وبيظهر الآن بخصائص لذراع آلي محدث بيسمح له باستخدام لوحة الألوان الرسام الطبيعية وفرشاة الرسم، وبتلتقط عيناه والتي تمتلك عدسات كاميرا صورة للموضوع الذي يعتزم رسمه، ويتم تخزينها من جانب الروبوت وتستخدم كمرجع للرسم. غالبا ما يضع الروبوت الألوان المستخدمة في الرسم على ورقة، ولكنه غير قادر حتى الآن على المزج الكامل للألوان معا، ومع ذلك فإن النتيجة تكون حقيقية. وباستخدام الذكاء الاصطناعي يتخذ الروبوت قرارات بنفسه، ولذا فإن لوحتين لشخص واحد يمكن أن تكونا مختلفتين. على الرغم من عدم امتلاك الروبوت العقل خاص به، إلا أنه على علم بعدة مراجع ثقافية، وبيستغرق الأمر من الروبوت ما بين 45 دقيقة وساعة واحدة و15 دقيقة لإنتاج لوحة، وحوالي 5 ساعات للوحات الكبيرة. وعمل فريق يتكون من حوالي 30 شخص في هذا المشروع لبث الحياة في الإنسان الآلي الذي له هيئة بشرية. ومالك معرض الفنون آدم ميلر هو المخرج الإبداعي للروبوت، ومثل نظرائه من الفنانين الحقيقيين فإن روبوت أيدا يبيع أعماله الفنية وحققت أكثر من مليون دولار في عام 2019. وفي نهاية شهر أبريل الحالي سوف يتجه هذا الروبوت إلى إيطاليا لعرض أعماله الفنية في بينالي فينيسيا، فيما يعتبر أول تجربة لإنسان آلي له هيئة بشرية. مش عارفين الروبوت هيسيب للإنسان البشري العادي إيه بعد كده ممكن يعمله. يعني حتى الفن أصبح الروبوت قادر على تقليده بحرفية شديدة، وبتقام لي معرض. بنروح لمهرجان كان السينمائي الدولي اللي بيعلن عن قائمة الأعمال المشاركة في النسخة 75، ده هيتم الشهر القادم. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المهرجان في نسخته القادمة من خلال التقرير اللي جاي. بعد 3 دورات سيطرت عليهم أجواء جائحة فيروس كورونا، أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي قائمة أفلامه المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 75. اللافت في مهرجان هذا العام هو الحضور الأهم لنجوم هوليوود وكبار صناع السينما من مخرجين ومنتجين عالميين، وهو ما أعلنه مدير المهرجان تيري فريمون خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا كاشفا النقاب عن 18 فيلما تدخل السباق من أجل نيل السعفة الذهبية إضافة إلى جوائز المهرجان الأخرى. وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته 75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان فاينل كات،
والذي يتناول كوميديا الزومبي وتدور أحداثه حول طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلما عن الزومبي بميزانية منخفضة ويتعرض لهجوم كائنات زومبي حقيقية أثناء التصوير. إنه فيلم عن كوميديا الزومبي، وبهذا يصبح ثاني فيلم يعرض عن كوميديا الزومبي خلال الافتتاحات الثلاثة السابقة للمهرجان. في العام 2019 تم عرض فيلم الميت لا يموت من تأليف وإخراج جيم جارموش، ثم تم عرض الجزء الثاني عام 2021، وهذا العام سوف يعرض فيلم ميشيل هازانا فايشس والذي تدور أحداثه حول تصوير فيلم عن كوميديا الزومبي. كشف المهرجان أيضا عن عرض فيلم إلفيس في عرضه العالمي الأول، والذي يستكشف حياة وموسيقى إلفيس بريسلي ويجسده أوستن باتلر، ويرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس. كما يقدم مخرج أفلام الرعب المعروف الكندي ديفيد كرونينبرغ فيلم جرائم المستقبل، وسيشارك الممثل الأمريكي توم كروز بفيلمه توب جان. من الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض الكنغر. الحقيقة أعلنت حديقة حيوان تشستر عن ولادة حيوان كنغر غامق اللون، وهو نوع من الكنغر الصغير الحجم النادر. كان الصغير بدأ بإلقاء نظرة خاطفة من جراب أمه في لقطات التقطتها حديقة الحيوان. يعتبر الصغير اللي بيبلغ طوله قدمين فقط جزء من نوع معرض للانقراض في البرية، ولا يمكن العثور عليه إلا في ثلاث جزر صغيرة في جنوب شرق آسيا. أخيرا توقعات خبراء الأرصاد الجوية. طبعا احنا شايفين أن الطقس لحد كبير بيعتبر لطيف، ويمكن ليلا كمان بيكون بارد، لكن متوقع أنه غدا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة وبتعاود الانخفاض يعني بعض الدرجات مرة أخرى. علينا أن احنا طبعا نتوخى الحذر في هذه الفترة، خصوصا في فترات الليل بارتداء الملابس الثقيلة. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة في السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في فترات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ولطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على جنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 2 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر هتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر. بكده مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية أول فقراتنا، الأخبار والتقارير المتنوعة من مصر وحول العالم. وصلنا لمحطتنا الرياضية وأخبار الرياضة مع محمد البولك بعد الفاصل، وبعدها نرجع هنا للاستوديو وأخبار الصحف المصرية اليوم مع دينا أنديل. القمة we'll be right back.